بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم بحمد الله اليوم السبت 14/8 حمولة 19 طن متجهة إلى المديريات الآتية: الإسكندرية 4 طن، الجيزة 3 طن، المنوفية 4 طن، بني سويف 4 طن، الفيوم 4 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة أصحاب الفضيلة مدير المديريات. وكل عام وأنتم بخير. أنا السائق محمود زكي إسماعيل، النهاردة السبت 14/8 محمد إسكندرية 4 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم 14/8 محمل 3 طن لحم زكوك الاضاحي لمحافظه الجيزه.